سينيور سيليمون، إلزم حدودك بجزمتك الحمرة دي. أنت جاي في مكتبي تهددني؟ أنا سعد التالي، أنت مين؟ صدقني مستر سعد، أنا مش جاي أهددك ولا أحزنوني. زي ما بتقولوا ما على الرسول إلا البلاغ، أنا جاي وحامل إليك رسالة. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتولي سينيور زيك لابس لي باروكة؟ قلت لك 100 مرة دي مش باروكة، ده شعر الأصلي، وهو ده سبب قوة المافيا، قوتنا الحقيقية، إنك تفضل متخيل إن دي باروكة مع إنها شعر الأصلي. سينيور سليمون ولا لانشون، أنت أنا والسادة المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزة من سعد التالي إيه؟ أي نعم أنا رجل عمل مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتية الفظيعة اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه؟ مش عارف، انا كمان مش عارف، صدقني انا مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان انا مش طايقه واني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي اعذبك فيهم ولا اطشلك ولا اطخلك واكني لك كل شر. كل شر؟ ايوه. يعني اعتبر ان انت جاي نويلي على الشر؟ اكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف، حاجه زي كده يعني. يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تعاون معاكم في ايه؟ يعني هو انت لازم تحرجني؟ يا خلينا بنتكلم مع بعض، بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا المافيا يا عمو، وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفرد، اخبار صفاء ووفاء ايه؟ ايه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ انا اهلي يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي، رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عم؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده سعد بيه؟ عشان تفكر. تعال ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي. رفقي يا سعد بيه. مش وقت يا جماعه، انا قلقان قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العوائل السليمه ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا فندم. ركزوا معايا يا جماعه، مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟ انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه؟ انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني في صفاء او وفاء، خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا؟ ايه ده يا سعد بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ أنا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا أخي. ممكن اتفضل. اتفضل اتفضل. تعال أنت معايا وأنتوا الاتنين خليكوا في الشركة. كلم الراجل بتاع حواد السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش. فاهمين؟ حاضر. يلا يا ابني. مع السلامة يا سعد بيه. مع السلامة يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. you
انا سعد التالي، انا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروحوا للدكتور. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء 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 صفاء. أنا سعد التالي، أنت مين؟ وقال لله يا سعد بيه. أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك وما قالكوش في حاجة وحشة، ألف شكر. إحنا لقينا دي بعد الحد. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء كانت ملفوفة فيها. كانت مرمية على صخرة في أبو قير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يا صفاء أنت السبب، أنت السبب في اللي بيجرالنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك. يو نو أنت واحد مازق. أنا مازق؟ تعالي تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي يا أختي تعالي. إيه المسخرة اللي أنت لابساها في العزل؟ أنت جاي تعزل في رقصة؟ دي سمكة ومش أي سمكة، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود انت قلت لي ده ايه؟ مش بتاع العزاء؟ لا بس سيبك من الاسود، طالما كانت بتحبه خليكي لابساه. اهدي بقى اهدي، اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انا ناوي يا صفاء يا خرابي، انا غالي عليا يا صفاء يا خرابي. غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده، حرام عليكي بقى، كفايه كده. زي ما قلت لك، يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي يا عمي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، ما تزهقناش بقى. مش فيكي لوحدك، خلاص يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم. اشوفك. بقول لله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مجدوب للاسماك. ونعم الرجاله. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالتلكش حاجة تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام؟ قالت ايه تاني أرجوك؟ بس أنا فهمت، أنا فهمت. أرجوك الكلام اللي قالته صفاء ده يبقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير. كبير يا سعد بيه. مين الأخ؟ وده الحاج كناني مندوب حلقة السمك. حاج مين؟ كناني. أهلاً وسهلاً. أصر يعذب صفاء بنفسه. شاكرين يا حاج ولحلقة السمك. ثانية واحدة، ثانية واحدة. مين الأخ؟ أهلاً. دي جاية ليه؟ تعذب مين؟ تعذب صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره! مش عايز ولا قطه تخش العزا، اتفضل بره! اللي جايه تعزي اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. استخص على القطه. ايه ده سعد بيه؟ لا مؤاخذه، شرفني يا حاج، شرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا هنا. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو، متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه
تاني اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده جايبه يحرق دمي، اطلع بره مش عايز قرب. ايه ده؟ المواد الابيحه ديت والزفره دي اذا كان في اباحه ولا زفاره فهي منك انت. لا انا مش هسكت على الهله دي. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ على الهله دي. خد وامشي، خد وامشي، خد وامشي من هنا. خد يا حاج مجدي بلاش قرف. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع يا حبيبتي يا بابا. زهقتيني بقى، زهقتيني بقى. انا طبعا اتنيلي بلا حب يا حاج مجدي. ايوه يا تعالي بيه. يلا بره خد الولادي بره. تعالي هنا. انت خرجتي امتى يا حبيبتي يا طبعا؟ يا حاج مجدي. ايوه يا سعدي بيه. شيل يلا اصيل يا سعدي بيه. ما تخرجنيش بيه باصي ابدا. سلام. اهدي يا مدام، خدها بدل ما اطلعها. يلا طبقت غالي علينا كلنا. اتفضل الولية ماشية ازاي في العادة؟ بتستفزني بتستفزني. نور يا حاج. واحد الله واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم فرد فرد وكل صيادينها رجالة. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء.